ابراهيم واحد سيدات خاصه مع واحد واحد الدريه كان تحت دلا شي باف جا جابت معايا جوج مخازنيه عنده هو على قبل الباف مخازنيه قالوا لها شوفي راه دابا ناخذوا لك باف جديد هادشي باقا ما شالهاش العافيه خليتني انا تمشي بناس الدراري تمشاو تكاو وتهبط البريه كانت حتى هي لحدا مول بيشان ولات على الشماء ولا ما عرفتش يعني الحاله لا المحل اللي شاده فيه العافيه وهي ترم حالاتها هادشي اللي كاين شو بلاصه وقع هادشي هنايا حدا بيالا اللي كانت غتسبب حرق ديال المحلات كلهم محلات كاملين وكان شي واحد ناعس تما ولا هذاك اللي دابا الباب كان ناعس تما كون تما مات شكون انت قلت لينا مريض ولا مريض انا بوعسر ونوري كاع الدواء عندي ديال المعده ديال كلشي كنا سنين سنين وانا كنا سنين الى وقت ولا حيد وقت ما عادش بقى يمشي ما خديش البديل الحمد لله الله يعلم بيا قول اسمع كتمشي للمحطه باش نمشي نتوسط الله الحمد لله كتمشي شي مسار ما تاكل البلية الحمد لله هادشي اللي عندي شحال الوقت انت تسمع زعما تقريبا شي 20 عام شي 20 سنه واحد ما عرفت حيد امي الحديد كنا سنين هاد الدراري ديال المحطه والدراري ديال الدي سي كيبعوا الدي سي شي دايرين كيطلعوا للنخال صوبوا داكشي ديال الشجر قلت شي واحد السارق انا ولا تجيني لك شي حتى شي الا ديك الحيجه جات خاصك لنا هادشي شوف تقول جات المسؤوله ولا شي واحد غادي يشوفك وبغي يعاونك والله يعاونو شي محل قبر الحياه كاع هادشي شوف راسك دريتي واش هاد الدري برود او الله واد الدر داك الدرع هادو لا سيس بقاو خايف جي واحد يضربك جي واحد بزاف ديال الحوايج واشي غادي نقول فيش المعاناه ديال الصح والحمد لله راه ماشي شحال واحد شحال واحد ما عندوش كيميتي من بعد الام الاب كل واحد وكيفاش كيفاش الله الحمد لله صلى الله شي دا نقول وربي كبير على شي نقول خونا على ما نقبل واحد دا اليابا جات مشكل مرتا راه واحد الصباح قال بغيت بيطا ديال المشكل بيطا ديال الدراري مريحين ليه واحد مضروب في شنو قال لها بيطا قالت لي شوش بيطا ديال قال لها ما عندي سيري معاك بلا وفي الشهر انا ناعس في بلاصه قلت شي ديري كي انا كنت الشرق والله تنشد هنا بلا والله ودير حاجه نشد هنا بلا انت فرج على راسكم كتفرج على راسكم انا كنت الشرق والله انا كندوى على المعقول دابا الكلام ديال المفيد الانسان ملي كيشوف واحد الحاجه اللي غضرو كيدخل واش سنين حنا معاكم الحاجه كلشي ما عمر جبدناك انا معاك انا راه كون شفت شي حاجه بلي تما انا نحيد هذاك الشيء عارف ليك وهذيك البراكه كاع ما خداماش هذيك البراكه ما كانش خدامه كنروفو عليه مره الانسان كتروف عليه زاد خاطر كان جا هذيك الحاجه كتعطيني من الامور ديال الانسان ملي تعدى شي ملي تعدى السطر راه ما نعرفكش ثاني يكون راجل الموقف ديال الرجوله يكون راجل انت العيد كنت كاين عيد كبير كاع والله هنايا والرجوله اللي كتفرق الناس واحد كيتفرق مع واحد بالرجوله صح هذا الشيء انتم مستافدين منها اكثر من مستافد منها واحد اخر ورا اللي دخل هنا خصكم تعرفوا شكون اللي دخل وما كيدخلش انت هنا المهم المحطه صحاب دي سير الدراري اللي كيخدموا وتصورت تكون مشى هادشي كامل فين غتجدوا راه قالوا عباد الله البارح قال لك الليل ولا الحد هذا الراجل هاهو هذا المسلم هاهو هذا المسلمين اللي لقيناه تما ما انا كنت خارج انا ما كنتش معاه